فضيلة الشيخ أيضا له فقرة أخرى يقول: وقفت عند حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء 7 مرات، ما صحة ذلك وما معنى هذا الحديث؟ الحديث صحيح في صحيح البخاري وغيره، معناه واضح أنه إذا ولغ الكلب في الماء الذي في الإناء أو نحوه مما في الإناء فإن لعابه يختلط بالماء وهو نجس، والكلب نجس العين ولعابه نجس، فيجب أن يغسل، أن يراق هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب إذا كان قليلا، أن يراق ولا يستعمل، ويجب غسل الإناء بعده 7 مرات، إحداها أو أولاها أو أخراها بالتراب، يجمع بين المطهرين الماء والتراب في إزالة هذه النجاسة التي أصابت الإناء بسبب ولوغ الكلب فيه ونزول ريقه فيه، وهذا يدل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نعم.